الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንግዲህ አሁን ያለው በእጃችን ሱረት አዘልዘላ ራሱ ቃሉ ያስፈራል ዘልዘላ ሱረት አዘልዘላ يعني اذا زلزلت الارض زلزالها يقول سبحانه وتعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها بلو يقتلال እሺ ያ ጀማዓ اسمعوا اصور لكم ها الذي يقع هناك بيوم القيامه من دم يغني مجمرا بس الا قرب الله هناك نفختان ሁለት ጥሩምባሉ مجمرا ዓለም ሲጨረስ ዓለማችን ሲጨረስ የመጨረሻ ፍጥረት የሚሞቱ አንድ ጥሩምባ አለ ጥሩምባው የያዘው እስራፊል የሚለው መላእካ ነው ይሄን እስራፊል መጀመሪያ አንድ ትልቅ ጥሩምባ ሲመታ በመሬት ያሉ ሰውና እንስሳ በሙሉ ይሞታል يقول النفخة الأولى ሁሉ ሰው ይሞታል የሚገርማችሁ ጥሩምባው በጣም ከባድ ነው ሰው ሲሰማው በድምጽ ብቻ ነው የሚሞተው ሰው مؤمن مسلم ايسماو انديت اندزي على الله سبحانه وتعالى نبياتين يعني مؤمن مسلم ما انه يسوي كافر ابن كافر انذي نو يسموت لمطاني يقول سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ايه عندناو طرمبانو ሲሞት በሙሉ በመሬት ያሉ በሰማይ ያሉ በሙሉ ይሞታሉ ማለት ነው ኦኬ አላህ ፈለጋቸው አሉ የማይሞቱ መላእክቶች ይላሉ እነ ጅብሪል ሁረተ ልዓይን በጀና ያለችው እንደዚህ መሳሰሉ አላህ ፈለጋቸው አይሞቱም ላኪን በሙሉ ፍጥረት የተባለው ይሞታል በዚህ ድምጽ ብቻ ኦኬ ወኑፊኸ ፊሱሪ فصعق صعق ማለት በሙሉ ይሞታሉ فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون متنال سو متوال اشي عالم تشرسج كل سو بمريت وسط جبا سنتي قيال النفخه الاولى لا يسمعها من يقول لا اله الا الله مجملا وطرمبا لا اله الا الله يمل سو اي سماون مكنياتهم بتام اسجنا بتام غداي نو يقول ولا تقع الا في لكع ابن لكع كافر ابن كافر زي ميقرو سوت كفاروت مشريكوت كهاديوت الناس بتشا نو ميقرو طيب مؤمن مؤمن لله زمان الله ندي قالو ازاي غزي مؤمنو تشو قالو نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمنون تأتي ريح لينة عند نفاس الله ملكات نفاس لين يعني بزي بعرفين تشاتشو تقبالنا تقدر تشوال بطروا بطروا أما موتنا ميموتوا هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دخل الإنسان المؤمن جحري ذب يعني يتقفروا تلك القواتهم كان بيقبا ياتشير نفاس نمتقنا እዚህ ትገባለች ትገድለዋለች በጥሩ ሁኔታ ሁሉ ሙእሚን ከዚህ አዱንያ ሲለይ ያቺ ጥሩምባ ትመታለች ስትል በእንትኑ በሙሉ በድንጋጤ ይሞታል ማለት ነው بعد 40 سيدنا ابو هريره ያመጡት ሐዲስ ነው የአቡ ሁረይራ 40 ምንድነው 40 ሰና والله لا ادري انا سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 40 لكن ايش ابيت قالوا 40 سنه للالتشلم 40 كان للالتشلم 40 ور للالتشلم 40 سنه للالتشلم نبياتين 40 ك 40 بحالا سيلو ني سماحو نبلسي 40 امت ك 40 امت بحالا
الله بتشاون يقرال بزي من من انديت بتشاون يقرال سو متوال انسسا متوال نجسات متوال نزي ديكتاتورز متوال نزي اكان سوش متوال ان اني نني من البمول متوال الله بتشاون سيقر من الال لمن الملك اليوم نجاوست متوال ጫፍጫፊ ወጭ ሙተዋል እኛ የምሉ በሙሉ ሙተዋል አሁን ንግስነቱ ለማን ነው ብሎ ይጠይቅና መላስ የለም ምናተዋል ጻት ባመት ከዛ ራሱ ይመልሳል አላህ ይቃል القهار لله الله ማለት ነው الواحد ብቻውን ቀረ ብቻውን ነበረው القهار ሁሉም የደመሰሰ ሁሉም ያሸነፈ ሁሉም ድምጥማጡ ያወጣ አላህ ብቻውን ቀረ አሁንም ንግስነቱ ለሱ ብቻ ነው ይላል ከ40 አመት በኋላ ይላል ከ40 አመት በኋላ يقول يخرجون 40 አመት በኋላ የቂያማ ቀን ይدرسል ከዛ በኋላ እንወጣለን እንዴት እንወጣለን ሰው አፈር ሆነዋል ለምሳሌ አባቴ አያቴ ቅድም አያቴ ከአምስት መቶ ዓመት በፊት የሞቱ አሁን ቀብራቸው ብትቆፍር አፈር ነው የምታገኘው እንዴት አፈር ሆኖ እንዴት ይፈጠራል ሁለተኛ እነዚህ ሙሽሪኮች እኮ እነዚህ ካህዲዎች ይህች እንትን የከበዳቸው ይህ ነገር ነው የከበር እንዴት አፈር ሆኖ ይነሳል ምን ብሎ መለሰላቸው አላህ በቁርአን አንተ ራስህ አልነበርክም በዚህ አዱንያ እንዴት አመጣህ አሁን ለምሳሌ እኔ ልጆች አሉኝ አይደለም እስቲ እንጀምር አሁን እኔ ላገባ ነኝ ብል የማገባት ልጅ ትመጣለች እሺ እንገናኛለን ለአንድ አመት ሁለት አመት አለ ያልተባለ ልጅ ይፈጠራል የት ነበር ያ ልጅ አሁን የታለ ማን አድሪ እዘን ከሌለህ አመጣህ ያመጣህ ነገር ግን እንደገና መፍጠርህ እሱ አይቀልም እንዴ ለምን ትሸገራለህ እዚህ? نعم اذا نقول ምንድነው ነቢያችን ነገሩን ብቻ والله ይህ ነገር በአለም ያሉ ደካትራ መሬት ከተፈጠረች በኋላ እስካሁን ድረስ አንድ ምሁር ሊነግረን የማይችል በዚህ ነው እስልምናው ለየት የሚለው ምንድነው የዓለም ህዝብ የማያውቀው ነገር ያሳውቀናል እንዴት ነው ምንነሳው ከአፈሩ ታቃለህ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هناك عجب الذنب عجب الذنب يمتبالو عنديت اندمن اند شمبرا ولا اند اند مصر اند مصر يمتون عدس يعني يمصرن يا اهل يالات سايز بمانينياوم يسو فطرت بجربو عليك ان ايتنا تناقم اتتايم الله قلنا ازا اسكمطا بومب بيمطا سوا تطفام سويو يطفال እሳት በተቃጠለው ሰውየው በሙሉ ሰውነቱ ይጠፋል እሱ አትጠፋም ሰውየው ሙቶ ተቀብሮ ግማሽ እጁ ዚህ ነው ግማሽ አካሉ ቻይና ነው ወርፍ ወሰደው አውሬው በላው የፈለገውን ይሁን ሰውነቱ በሙሉ ድምጥማጥ ይወጣል ይጠፋል እሱ አትጠፋም የዘርፍሬ ትባላለች እሷ طيب ምንድነች እሷ ሙተህ ከተቀበርክ በኋላ ሰውነቱ በሙሉ ወደ አፈር ይቀየራል አንዲት ቅንጣት አጥንትም የለህም አፈር ሆነሃል እሷ ግን አለች ያባቴ ወይም ያባቴ ያቺ عجب الذنب የምትባለው አሁን እሱ የተቀበረው በአዲስ አበባ ነው ይቺ عجب الذنب ግን በኬንያ አለች ለምሳሌ ጎርፍ ወሰዳትና እዛ ነው ያለችው አሁን መሬት በሙሉ ለ40 አመት አላህ ጸጥ ይላል ሰው የለም ምን የለ ድምጽ የለ አይደለም طيب ይህችን ጥሩምባ ስትመታሉ ሁለተኛው ጥሩምባ ማለት ነው ይህች عجب الذنب ጥጣርጋ ያንተን ሰውነት ተሰበስባለች እግርህ በቻይና ነው ያለው ይህች አንድ አይን በእንትን ያለችው አፈር ነው ጎርፍ ወስተሃል በእንስሳ ሆድ ገፍተሃል ይህች عجب الذنب በአላህ ቁድራ ተሰበስባለች ሰብስባ ሰብስባ ኢብራሂም ስራጅ ቁጭ ትላለህ እንደዚህ ኮኖ ቢለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني
فإذا هم قيام ينظرون هلتن يطرم باسي متى بدق لالو هلوم يموتوا كيف متوا يتش عجد الذنب السوان ومتسبسبوا إنا طفرهن سايقر طاتهن سايقر عين ጠጉሩን ሳይቀር በሙሉ ሰብስባ እንደነበርከው ታስቀምጣለች لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانا يا سولج كموتك ولا ماني يكسكسنيال አፈርኮንኩ በኋላ ማን ይመልሰኛል የሚለው ይህን ያቀተኝ ይመስላዋል እንዴ? እንዴት ያቀተናል? እንኳን እሱ እንኳን አጥንቱ ሰብስመን ለመመለስ ይህ እዚህ ያለው በጣትህ ያለው ክብ 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 እንትኑ እንትን አለ አይደለም? አሻራ የምናደርግበት አሁን 100 ሰዎች መጥቶ አሻራ ቢያደርጉ ሁሉም አይመሳሰልም። ለዚህ ነው ከፍርማ በላይ ሆነ አሁን የኔ አሻራ ካንተ ይለያል። ለምን يهم سايقر الله يمل سوال يوم القيامة الشي طيب إذن هلتن يوطرن با بمان نمي ودكو بكافر بمشرك بكهادي بيشانون مؤمن أي سماهم طيب والمؤمنون تأتي ريح لينة تقبضهم بعد 40 يعني لم سلك 4 أمت بحالة يعني أن ሁለተኛው ጥሩምባ ይመታና ይህች አጀብ ዘነብ የተባለውቹ ምስር የምትተል ነገር ሁሉም ሰብስባ ተስቀምጣለች። طيب ከዛ በኋላ كلما قلته يهل يالكوت نجر اهون وندموش هو معنى اذا زلزلت الارض زلزالها ይህች اذا زلزلت الارض متبالو اهون يالكوت ሁሉ ተጠቃላለች መሬት ከተንቀጠቀተች كف 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 بلا بهدوا ياله بمولو تاوطالچ انديت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها كبدتوا چنتوا تاوطالچ ما نو چنتوا انيانن بهوتاچن بجربوا هونن يكبدنات ياسچگرنات اندگنا سنموت بهدوا هونن ياسچگرنات كلاچن تتفالچ تتفانالچ اندزي وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها معناه زلزالها يعني هو زلزال لا يماثله زلزال إذا زلزلت الأرض بلو زم لمارث الشانبر زلزالها مالت مساي ودر بتقيل اللو زلزالنو شي بتقيل اللو منكسك انتنو منفتفت انتنو يا أيها الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم باكاتشو الله انفروا يهن الله من فت يا مريت ومن فتفد رساون ستوطا شيء عظيم اي تشالم اي تشالم حصان اهون يتولد راسو شب يميهونبت انتن هونيتا نو ارغوز يهرچو سيت قنو سايدرس يميهد نو በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ለዚህ እኮ ብትሰሩ ጥሩ ነው ኢላ አላህ ስብሐ ወተዓላ وقال العلماء في قوله وقال الانسان ما لها ما لها الى السوال كهدوا يወጣ ሰው እኮ ነው በሙሉ ሰው ይደነግጣል ما لها ምንድነው ምንድነው የተከሰተው ምንድነው ቦምብ ነው لا አይደለም طيب ምንድነው ይላሉ አለ السائل هو كل انسان مؤمنهم كافرهم كله يتأيكال مؤمن يعني كافر يتأيكال طيب وقال بعضهم هم كفار لأن المؤمنين يعرفونها مؤمن من دنو ما لها أي لمالو ممكن يا قتال يو يتمرنو هذا لمن دي يا سيمتا انتي الله كب سورة إذا زلزلت الأرض ينقرن السؤال لم يلالو كافر قنا يكم ما لها ما لها ما لها ما لها يلال هلو بك أن ابد من تغني من تكسته الى لالو ثم قال يومئذ تحدث اخبارها الله سبحانه وتعالى بالزاغزي وريوان اخبار وريوا زيناوا يتناغرشنچ يتناغرشنچ يازچو اخبار يازچو وري يازچو نغر بزو الله اسون لمناغر نو اخون
ينقطقطچو مريتوا. طيب عن ابي هريره قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بلو سيقروا نبياتك صلى الله عليه وسلم ثم قال أتدرون ما أخبارها يسوان خبر خبر تقلاتشو وري مالتنا زينا مالتنا زينا يسوان زينا من دنو تقلاتشو إلالو نبياتك قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها بأن تقول عمل كذا وكذا في كذا وكذا فهذا هذه أخبارها نبياتش نفسروا تراساتشو يسوان زينا يسوان وري تقلاتشو يا مريت ستنفتنفت الله نو إلاك اللاتنا لمن دنو أخبار اللات من دنو أخبارها أخبارها ይህ ኢብራሂም ስራጅ አንድ ቀን በእንትን በሪያድ ሆኖ ሶስት ሱራ ፈሰረ እንደዚህ እንደዚህ ይል ነበር طيب ምንድነው ምንዳው ተጽፏል ይህ ደግሞ በዚህ አልጋ ሆኖ ዚና ያደርጋ ነበር ይህ ደግሞ በዚህ እንደዚህ ያደርጋ በሙሉ የሰው ልጅ ከተወለ አቅመ አዳም ከደረሰ ጀምሮ እስከሚሞት ያደረገው ስራ በሙሉ ኮፒ አርጋ ታቀርባለች መሬቷ በኔ ጀርባ ሆኖ አንድ ቀን እንደዚህ በዚህ ሰው ገድለዋል በዚህ ዝሙት አድርገዋል በዚህ እንደዚህ አድርገዋል በዚህ እንደዚህ አድርገዋል ጥሩም መጥፈው ሁሉ ትናገራለች ማነች የምትናገረው መሬት ትናገራለች የእውነት ነው እንዴት የእውነት አይደለም መሬት ማናገር ነው አላህ ያቃተው እንዴ الذي انطق كل شيء لهلم እንዲናገር ያደረገው ታቃላችሁ ተራራዎቹ ሰማይ መሬት تسبيح እንደሚያደርግ ታቃላችሁ አታቁም يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه بأمولو فترتكو تسبيح هذا قال قن قوان قوز نان تسلم ما يقبات شنون جي الله قال إلال بل نبي صلى الله عليه وسلم عندك بمسجد تقمط يالو أبو بكر نبر عمر نبر تمام عثمان نبر أبو ذر نبر عندنا صحابه شنو نبرو አሁን ነቢያችን አሻዋን ሱና ሁሉ በመስጊድ ያለው ሙሉ እየሰማ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ሱብሃንአላህ አልዓዚም ሱብሃንአላህ አልዓዚም አሻዋው ኮኖ የሐዲስ صحيح ነው ሱብሃንአላህ አልዓዚም አሻዋ ማን አፍሰጠው ማን ምላሰጠው አላህ አለዚ አንጠቀ كل شيء ለሁሉ ተናጋሪ ያደረገው አላህ ነው እና ለአቡበከር ሰጠው እንደገና ሱብሃን ረቢ አልዓዚም ሱብሃን ረቢ አልዓዚም አለ لعمر ستو عندنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم عليه أشواه كونو كذا ما نبر كعمر بهلا أبو ذر نبر أبو ذر الغفاري لأبو ذر سيساتو الزم عليه كأبو ذر بهلا عثمان نبر لعثمان سيلو تسبيح هذا الرقي يعني رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر بشي أبو ذر أبو ذر الزم عليه بعثمان تناقره من دنو النزي دراجات شو بتقام كفتنيا درجانا يالو رسول رسول نم أبو بكر صديق ناتشو عمر فاروق نو شي دقنا عثمان ابن عفان هو من الخلفاء الراشدين سلزي يعني منالو يسوا زينا لنقراتشو أو هلا تشنزي هالدنيا درقنو نقر اندم سكر هوناتك أربال لتش قالو طيب العجيب أن الله لا يعذب إنسان حتى يشهده الله سبحانه وتعالى كفته يتنسى بيوم القيامة أنت جهنم بس قبو تسل زنبلو عيس قبام طيب من يادر قال يا بس ما سكروال أنت اندزي بزيك اندزي هادر قال آو هادر قيال له اندزي اندزي هادر قال آو بني كفر كار اللم بني كفر هال آو طيب بس قبو جهنم كم من أبو هالا نجروا كم من أبو هلا نجحنا بمياس قبوا ولكن يحاسبوا حساب عسير جدا كافر كهنة سلزي أتعلمون يا إخوة أن الملائكة ينسخون وش أبراهيمكو من إنه من نجروا يه من نجروا نجر يأبدش نو لتلونه مثلا لكن هذا لا
እኔ እብድ ኮንኩ ቁርአን እብድ ነው ማለት ነው። እኔ ቁርአን ነው ማንብላችሁ ያለው ለምን እንደም ስቀው ታቃላችሁ? ይገርመኛል። የሰው ምኙነት የሰው ጅልነት ነው የሚደንቀኝ ያለው والله። ቆዩ الله سبحانه وتعالى بسورة الزمر من علن يقول እያንዳንዱ ሰው በወንበር ሆኖ በአልጋ ሆኖ በመሬት ሆኖ በባህር ሆኖ የሚያደርገው ነገር ትንፍሽ የምትለው ነገር እንኳን የፈለገው ነገር ብትል ኮፒ ያደርጋሉ መላእክቶች። የት አሉ መላእክቶች? ምን አገባህ አንተ? ኮፒ የሚያረጉ አሉ መላእክቶች። ምክንያቱም ቢያልቸዋለሁ አላህ ምስክር ሳይቀርብ በአዛብ አያስገባህም አያስገባህም። ሁሉ መሬት መስከራለች እንዴ? እጂ መስከራን እንጂ فاليوم نختم على افواههم ذاري ملاساتهم زغاوالن وتشهد ارجلهم وايديهم وكذا وكذا الا لم الله سبحانه وتعالى اجي مسكرال اشي اجرت مسكرالك اجر يناغرال اجت مسكرالك يچ عينت يناغرالك افنچات مسكرالك يوم القيامه اندزي نو اهون ياندندو ياندندو ملائكه يراسو سرا الله እኔ እምሰራው ሁሉ ፎቶኮፒ ያደረገ ነው። اسمعوا من الايه نفسها يقول سبحانه وتعالى بالقران نو انت يميلو من يلال الله سبحانه وتعالى وترى كل امه جاثيه يوم القيامه كل سو تنبرككو يا ربي سلم يا ربي سلم يا ربي سلم ست تسمع له كله حتى سيدنا ابراهيم خليل الرحمن تنبرككو ربي ليلا دعاء لن بزا سلم 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 من ما تنو سلم ارا نجاوت ان جيتاي كزي شجر ادنن بيتشا يي بيتشا نو دعاء يالو زا اهون منالو وترى كل امه مننياوم سو جاثيه جاثيه تنبرككه تنبرككو نو بغربته تنبرككو سلم سلم سل كل امه تدعى الى كتابها ياندندو سو ياو يسراو سرا بصحف سلا قربه نو مصحفاتو انبوبو يبالال كيت متى ملائكوتو كوبي يارغو نبر اندو دومو راسه يصافكو الذي يتنطلطله دومو طيب كل امه تدعى الى كتابها كذبوا هلا كتابو ومصحف انتنو صحفو ورقته يوطال ان كايلهال مندنوي يقول اليوم يقول اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ملائكه شنو ميلوت يح هوتهم بمولو ستادرغو ينبره انيا فوتوكوبي منا درغو ينبره نو يلال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق بؤنت ينغر عليه مسيح صفات بؤنت لنغراچو نو ان كنا نستنسخ كلمه نستنسخ فوتوكوبي نارغ نبر لمتسرو السرا بمولو فوتوكوبي ارغن كنيا غا ناسكمطو نبر ما كنتم تعملون لدغمو وترى كل امه جاثيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون لب بلو تزجاجو يمتارغوت ينبروا باخر يوم القيامه زاريت كفلالاچو اذا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الله اكبر يمتارغوت ينبره هولو اهون جزاچو لتكفلوا نونا يه نو كتابو انببوت يبالال عنده الامام احمد بن حنبل يمي بالو كنزي ارات مذهب عندنا امام احمد من عليه الملائكه يكتبون اي شيء اي شيء كافه يوطهو يوطهو يصفال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد طيب عند طيقه طيب عند عند غزيكو انسو يلال او اسمه يتصفر عليه طيب من بلو انه يتصفو بلو طيقه لامام احمد بن حنبل الملائكه يقول انا اكتبه
والمعنى يعلمه الله سبحانه وتعالى. إه سيل يقطانو يدستانو يبشتانو يهممنو ترجمو الله نم ياقو إني جن كافو يوت أو نجرت أفسلالين الله سبحانه وتعالى إصفال له بلو منين يوم نجر إصفال النزي. بس أنا عند نجر ميجر من نجر عليه نبياشن صلى الله عليه وسلم يالوت يهجرا مطفو نجر يسرهو لما تأفسل يهك أن يلو تبك إلوال انتظر 6 ساعات 6 ساعات كوي ساعته انقدي 6 دقيقة ما تعلم الله قال نسيا قالوا 6 ساعات كوي ممكن يستغفر ممكن يملسال أنت قنيت نجله استغفار ما تسب من ما تسب وانجل بوانجل وانجل بوانجل إياك ما تشه سلمو يسفال. نعم إذن يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ذرة the smallest فترة بالدنيا يلو بتقام تنشوة تنشوة بس بعيني ما تتاي ذرة تنشوة فترة سؤال الذرة يا تشنتهل كان يمتادر قو خير الله يسطحال شر الله يسطحال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يعني سنحاسب عن كل ذرة. عنده أعرابي قد أرثنيانه نبياتشن إذا زلزلت الأرض يكأر نبر إن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سيقروا جي من أنه مثله يا رسول الله والله الله عند زيلان وله سنحاسب على الذرة إسك ذرة متهل الله لي حاسبنه الله صفوال ذرة متهل الله لي حاسبنه بلو إيالك أساسي هد نبياتش منالو دخل الإيمان في قلب أبي في قلب الأعرابي يقول أرثني أسو إيمان كوب لبو قباب بتالي ممكن أثوب ترقمو أوك أي ترقمو أوك أمارتنو الشيء إنقدي يهن سورة بزي تتكال على الله شو النموش نا ودا تياكو النهيد تياكو أمتالين واندو تياكي قطر أسرى سمنت يكياماك أن ترمباو يمينفاو مانو عند جبريل 2 ميكائيل 3 آدم 4 إسرافيل عندنا تياكيو يكياماك أن ترمباو يمينفاو مانو عند جبريل 2 ميكائيل 3 آدم 4 إسرافيل الحمد لله تياكو سمتنال الله يوفق إن شاء الله ملسو نتبك ألن والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة ترات قابو مسقنا مسلم أرقو لفترن لربنا هتوال أفرم أمنتنا وسلمنا قرآننا ويني يهيوة ممريا للرحمن ترات قابو مسقنا مسلم أرقو لفترن لربنا هتوال أفرم أمنتنا وسلمنا قرآننا ويني يهيوة ممريا قرآن يوقيت قباتا باتلها كن ملايا يدقى قباروت.